لكل المشاهدين اللي بيشاهدونا وتحية الحب والمحبة والتقدير لكل من انضم لمتابعتنا الآن. عدد من المساحات المختلفة نزعج جدا إنه نفرد لكم من خلال هذا الصباح، هذه العدد من المساحات. نعم. عندنا شو تاني؟ بالتأكيد يا يسرى، خاصة إنه نحن في هذه الفترة مرينا بجائحة كورونا في الفترة الأولى، والآن جائحة كورونا للمرة الثانية، وطبعا نحن زي ما عارفين إنه كل الناس دائما بتحاول تقرأ الأخبار عن كورونا وتحاول تشوف السباق العالمي بالنسبة للدول في إنه يكون في لقاح جديد لكوفيد 19. وفعلا قبل نحن يعني من الأخبار الإيجابية ممكن نقول إنه السودان حيستقبل أكثر من 8 مليون لقاح ضد كورونا من اللقاحات الجديدة، نتمنى إنها يعني تكون تلقى النتيجة ممكن نقول إيجابية. الناس المتوقعينها وحيتم توزيعها طبعا قالوا حسب الأولوية أو يعني بطريقة فيها شفافية أكثر. نعم، خاصة يسرى طبعا نحن لما نقول إنه في لقاح بتجي معه حاجات تفاصيل ثانية كثيرة اللي هي تخزينه بيتم كيف، المفروض يكون في درجات حرارة كم، طريقة التوزيع ذاته حيكون شكلها كيف، وعدد اثار جانبيه ولا ما دي اهم حاجه طبعا دي اهم حاجه. نعم، احنا معانا من داخل الاستديو دكتور رافت كرولوس، مرحبا بك وصباح الخير عليك يا دكتور. طيب السلام عليكم، ان شاء الله بخير. اول حاجه احب اقول لكم صباح الخير وكل عام وانتم بخير بمناسبه الثوره، الذكرى الثانيه للثوره المجيده. المجد والخلود للشهداء في عليائهم، وان شاء الله كامل العزاء للاهل. الليله احنا هنتكلم عن موضوع كبير جدا اللي هو موضوع اللقاحات. هنتكلم عن موضوع اللقاحات، بس قبل ما نخش في الموضوع بتاع اللقاحات الحالية الموجودة في العالم، خلونا ناخد شوية من الأرقام اللي هي وصلت لها الحالات حاليا في العالم. العالم حاليا وصل لأكثر من 75 مليون إصابة بفيروس كوفيد 19، منها 21 مليون إصابة في أوروبا وهي أكثر قارة متضررة من الكوفيد 19، بالإضافة إلى 17 مليون حالة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، 7 مليون حالة في البرازيل، 10 مليون حالة في الهند، 2.5 مليون حالة في أفريقيا بصورة عامة. المشكلة الكبيرة بقت هي الشهر الفات فقط فيه 18.5 مليون إصابة، 18.5 مليون إصابة، ده عن الحالة الوبائية في العالم حاليا. واحدة من الحاجات الأساسية اللي احنا بنحتاج لها عشان نحد من انتقال الفيروس أو الانتشار بتاعه هو اللقاح. حاليا العالم وصل لأربع أنواع من اللقاحات، أو اللقاحات هي شنو، فيها أربع أنواع شغالين عليها، أربع أنواع مختلفة. نبدأ بتعريف اللقاح. اللقاح هو عبارة عن مادة بنديها أو بنستعملها عشان تحفز لنا أجسام مضادة، إنتاج أجسام مضادة عشان تدينا مناعة، تحفز الجهاز المناعي تدينا مناعة ضد واحد أو أكثر من الأمراض. يعني ممكن ناخذ لقاح لمرض واحد، ممكن أكثر من مرض مع بعض، لقاح يكون لأكثر من مرض. في نفس الوقت اللقاح بيتاخذ من الفيروس أو البكتيريا أو كل الكائن الحي المسبب أو من منتجات هذا الكائن، أو كمان ممكن نعمل له تصنيع كامل بحيث أنه هذا اللقاح ما يؤثر أو ما يؤدي لنا إلى المرض نفسه. اللقاحات حاليا في الكوفيد 19 او فيروس كورونا المستخدمه عندها اربع انواع اساسيه. اول حاجه اللقاح التقليدي، وده زي اللقاح بتاع شركه ساينوفاك في الصين. ده بيستخدم بكل بساطه، الفكره بتاعته بكل بساطه ان هو بياخد الفيروس او جزء من الفيروس بيضعفه او بيقتله بيحقنه في الجسم عشان الجسم يتعرف عليه وينتج ضده اجسام مضاده، وبالتالي احنا كده بقى عندنا مناعة ضد الفيروس. ده النوع الاول، وده النوع التقليدي احنا بنقول عليه. النوع الثاني الحالي موجود في العالم وهو احدث حاجة توصلت لها تقنية اللقاحات، اللي هي بنقول عليها الـ mRNA او المسنجر RNA او الحمض النووي الرسول. ده حاليا فيه منه شركتين اساسيتين، هم شركة فايزر وشركة موديرنا الأمريكيتين، شغالين بالتقنية دي. التقنية بسيطة جدا، اللي هي بياخدوا جزء من الفيروس أو جزء من البروتينات بتاعت الفيروس بيحقنوها في الجسم بحيث إنها تحفز الخلايا، بتدخل على الخلايا السليمة بتحفز الخلايا إن هي تنتج بروتينات الفيروس، تنتج بروتينات الفيروس وتعرضها على سطح الخلايا، وبالتالي جهاز المناعة بيكون عامل سيرفي دائما، بيكون شغال عملية بتاعت مسح دائم.
فبيتعرف على البروتينات دي يعني كحاجه غريبه بالنسبه له، ومن هنا بيبدا ينتج اجسام مضاده وتدينا المناعه بكل بساطه. يعني ما في شريحه، ما في اي حاجه هتدخل، مفصل هيتحكم فينا، ما في اي حاجه، هي مجرد بروتينات بسيطه جدا جدا. نتعرف على اللقاحين ديل بصوره اوسع. اول لقاح اخذ التصريح هو لقاح فايزر الامريكيه، معها شركه باينتك الالمانيه، هم المشتركين الاثنين مع بعض في اللقاح ده. شركه فايزر عملت اللقاح نسبه فاعليته 95%، اللي هو اعلى فاعليه في اللقاحات المتوفره حاليا، هي 95%. اهم حاجه فيه انه هو يعني مقارنه دكتور رافت، يعني انت معانا داخل الاستوديو اليوم عرفنا على لقاح كوفيد 19. احنا حنطلع مع كل المشاهدين اللي بيتابعونا فاصل للموجز الاخباري الثاني، ونرجع نتواصل معك من جديد مباشره الى استديوهات الاخبار مع زميلي ريم المامون. صباح التحيه لكل المشاهدين اللي بيتابعونا، شكرا ريم المامون، باذن الله تفاصيل اوفى عند العاشره صباحا، نرجع نتواصل معك يا دكتور. كنا بنتكلم عن لقاح فايزر، قلنا انه لقاح فايزر الفعاليه بتاعته وصلت ل 95%، ودي من اهم المميزات بتاعته، بالاضافه انه بيتاخد في شكل جرعتين فرقة من بعض 21 يوم. اخر حاجه انه هو بيحتاج لتبريد عالي جدا جدا، اللي هي تصل لدرجه حراره ماينس 70 او سالب 70 تحت الصفر، وعشان كده بيحتاج لمنشآت مختلفة، وبيحتاج لطريقة بتاعت حفظ لوحده خالص، فعشان كده هو صعب جدا التعامل معه، ولكن مهم جدا لانه فاعليته مهمة، وحاليا هو المنتج كان الاساسي في العالم حاليا. اما لقاح شركة موديرنا، هو بيستعمل نفس التقنية اللي هي قلنا عليها الـ mRNA، نفس تقنية لقاح فايزر. الفعالية بتاعته وصلت ل 94%، برضه بيتاخذ في شكل جرعتين، ولكن الفرق بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية بتكون 28 يوم، والسعر بتاعه أعلى شوية من لقاح فايزر، حيث متوقع إنه الجرعة الواحدة تكلف 18 دولار. واحدة من الأعراض الجانبية بتاعت لقاح موديرنا اللي هو وصلوا لها في التجارب السريرية اللي كانوا عاملينها، اللي هي الفتر أو الفتور، الصداع، وكمان الحمى، خصوصا في الأشخاص الأقل من 65 سنة، ولكن دي كلها إحنا بنقول عليها إن هي غير مؤثرة أو أعراض جانبية بسيطة، يعني ما فيها أي مشكلة. طيب النوع الثالث من اللقاحات بنقول عليه الفيرال فيكتور او الحامل الفيروسي. ده في منه لقاحين حاليا في العالم، اهمهم واشهرهم هو لقاح اوكسفورد، جامعه اوكسفورد بالتعاون مع شركه استرازينيكا البريطانيه، وكمان اللقاح اللي عملاه المؤسسه الروسيه للقاحات اسمه سبوتنيك في، برضه بيعتمد على نفس التقنيه. التقنيه برضه تقنيه بسيطه جدا، اللي هم بيجيبوا فيروس من نوع مختلف تماما، غالبا بيكون ادينو فيروس او واحد من الفيروسات اللي هي ممكن تصيب الانسان او القرد او القرود في نفس الوقت. بيضعوا الفيروس الكوفيد 19 ده في بيضعوا جزء منه على الفيروس، بيحملوه على الفيروس، بيحقنوه في الجسم، وبالتالي الجسم الفيروس ده بيبدا يصنع البروتينات بتاعت فيروس كورونا، ويتعرف عليها جهاز المناعه، ويبدا ينتج في الاجسام المضاده. طيب هنا في اختلاف بسيط، دي واحده من اسهل التقنيات المستعمله في اللقاحات، فعشان كده السعر بتاعها رخيص جدا. يعني مثلا لقاح جامعه اوكسفورد هيكلف 1.6 جنيه استرليني، والفاعليه بتاعته من 70 لحد 86%. اما لقاح سبوتنيك في الروسي، الجرعه بتاعته برضه هتكلف ما اقل من 10 دولار. طريقه الحفظ بتاعته برضه بسيطه جدا، في درجه حراره من 2 ل 8 درجات مئويه، و حاليا شغال لسه في التجارب السريريه، وكمان الطلب منه 1.2 مليار جرعه حول العالم من 50 دوله. اهم لقاح حاليا احنا بالنسبه لنا بنقول عليه لقاح الكوفاكس، وده اللقاح اللي هيوصل للسودان. طيب نتعرف بطريقه بسيطه وطريقه مسهله جدا على لقاح الكوفاكس. لقاح الكوفاكس بيستعمل تقنية رابعة
من التقنيات اللي هي بنقول عليها الريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي، بتعتمد على الماده الوراثيه بتاعه الفيروس. طريقه سهله برضو ما حخوض فيها كثير، لانه احنا عايزين نتعرف اكثر على المبادره بتاعه الكوفاكس. مبادره الكوفاكس هي مبادره تم اطلاقها بتعاون كبير عالميا من منظمة الصحة العالمية WHO، بالإضافة لمنظمة جافي وهي المنظمة المعنية باللقاحات والتطعيم، بالإضافة للCEPI، ودي كلها الهدف منها إن هم يصلوا إلى توفير اللقاحات لكل الدول في العالم بشكل متساوي. المسؤول عن إنتاج اللقاح في بتاع كوفاكس هو شركتين أساسيتين، اللي هم شركة سانوفي الفرنسية بتاعت الأدوية، وكمان شركة جي إس كي الإنجليزية أو البريطانية للأدوية. المبادرة بتاعت كوفاكس اشتركت فيها 172 دولة حول العالم، بالإضافة لكل المنظمات اللي احنا ذكرناها. ال 172 دولة فيهم 80 دولة اللي هي دي حتدي دي من الاقتصادات القوية اللي هي مستعدة ان هي توفر اللقاح للمواطنين بتاعنا من تمويلها الخاص، وفي منها كمان 92 دولة من الدول الأكثر فقرا او الضعيفة ماديا او الاقتصادات النامية، واتفقوا كلهم مع بعض انهم يحاولوا يوفروا اللقاح لكل المواطنين او 20% من سكان هذه الدول، وده بيمثل 70% من سكان العالم. فوزارة الصحة السودانية أعلنت أنه هي وصلت لاتفاقية مع كوفاكس، مع التقنية بتاعت كوفاكس أو المبادرة بتاعت كوفاكس مع منظمة الصحة العالمية، أنه إحنا هنستلم من اللقاح كوفاكس 8 مليون، زي ما ذكرت الأستاذة، 8 مليون و 400 ألف جرعة، 8 مليون و 400 ألف جرعة. هتكون عندنا أولويات بالنسبة للتوزيع بتاع اللقاح. هتكون عندنا أولويات. أول حاجة ندي اللقاح للناس الأكثر عرضة للإصابة، منهم الأطباء والعاملين في الحقل الطبي. نمرة اثنين كبار السن، لأنهم برضو من أكثر الناس العرضة للإصابة وإحنا دارين نحميهم. وهنا وزارة الصحة عرفت كبار السن إنهم ناس أكثر من 45 سنة، عمرهم أكثر من 45 سنة. وده بيدينا انطباع على ان المجتمع بتاعنا مجتمع شاب، مجتمع فتي، لانه اغلب الدول في العالم كبار السن عندهم يعرفوا من سن 60 سنه. نعم. واكثر من 60 طبعا يا سنة. دكتور، يعني نحن حتى التوزيع بتاع اللقاحات مفروض يكون فيه شفافيه، ومفروض نراعي برضو للجانب بتاع الفئه العمريه. نعم. نحن طبعا يا دكتور لما نجي نتكلم عن اللقاح وطريقه التوزيع والشفافيه في توزيعه بنحتاج لمساحات زمنيه طويله جدا. نحن حنلتقيك في الحلقه القادمه باذن الله ونواصل موضوعنا عن اللقاحات. نعم لك التحية دكتور رافض كرولوس. شكرا لك. يسرى بنتواصل مع كل المشاهدين اللي بيتابعونا، بنواصل فقرات برنامج